انا هني اليوم في مهمة، ومهمتي اطلع الامبوستر. شو تسوين؟ شكله عنا ضيف، ليش السالفة؟ شو تسوين؟ شو انت الامبوستر؟ شو امبوستر؟ أسجل الجروب؟ أسوي ميتنج أطلعش برا؟ أشك فيك شرا، انت الامبوستر صح؟ شو يعني امبوستر؟ كيف يعني شو يعني امبوستر؟ ما تعرف شو امبوستر؟ Among Us اللعبة؟ ايه؟ كل مكان Among Us Among Us الدنيا كلها تتكلم Among Us، تلحق خبرنا شو السالفة؟ بخبركم شو السالفة. شو السالفة؟ شو السالفة؟ شو السالفة؟ I call for a meeting. تعالي يسي يسي لازم الميتنج هذا ضروري. شوف يعني أنا شفت بعرف Among Us شو بس أنا مش فاهم شو هاي الضجة اللي صارت، شمعنا هلأ فجأة كل حد يتكلم Among Us Among Us. لأن أخيرا لا صلنا سنتين ليش الحين؟ لأن عنا تويتش فيمس اللي هم الناس المشتهرين في تويتش، ناس المشتهرين في يوتيوب، خذوا اللعبة هاي مجرد أنهم لعبوا اللعبة والناس شافوها خلاص انتشرت. يعني تويتش ويوتيوب كل صانعين المحتوى هناك بلشوا يصنعوا محتوى، بس واحد دقت في راسه ان انا بلعب اللعبه هاي وسبحان الله. لو تفتح يوتيوب ترندنج انا امبارح فتحته Among Us Among Us على الاقل ريكومنديشن واحد لازم على الاقل ريكومنديشن Among Us. بتروح على تيك توك، طبعا هذا كمان نقطه نحكي فيها كيف الناس صارت تعمل محتوى حول هالالعاب. طبعا احنا هاي مش اول مره نشوف هيك شيء، دائما كول اوف ديوتي فورتنايت في محتوى حتى فظيع. يعتبر ترند في النهايه يعني انت صرتي حتى شفتي في جوجل ترندز الكلمه اللي مش مشتهره حاليا كلمه سس. وحين بنكلمكم عن كلمه سس، لكن شو هي كلمه سس؟ suspicious. هي كانت كلمة suspicious يعني انك انت تشك في الشخص. للعبة هاي فقط خلوها sus يعني استوت كلمة اسهل يعني انك بدل ما تكتبين suspicious تكتبين sus، وصارت الناس فعلا تستخدمها، وصارت يعني حتى هي كلمة الناس يستعملونها برا اللعبة يعني خارج اللعبة، وقاموا يسوون عنها ميمز، قاموا يسوون عنها فيديوهات محتوى ناس ما انت قلتي وناس الحين تاخذ مثلا المواقف اللي تستوي في اللعبه وتسوي منها محتوى. فعلا يعني انا عن جد بحكيك كتيك توك مثلا لازم مثلا كل اسبوع نشوف وان ترند جيمنج له علاقه بالجيمنج. هي ايه صح شيء حلو صح. فالاكسبيرينس مش بس بالجيمنج، ما بعد الجيمنج كمان. امبارح لما شيكت على الهاشتاجز، هاشتاج كول اوف ديوتي، هاشتاج فورتنايت، الرقم كان مش متذكرته كثير هلا بس لايك خيالي تقريبا كان شيء 80 بليون. الالعاب بشكل عام، الالعاب بشكل عام اللي مش مشهوره حاليا الناس تاخذ تسويها منها محتوى لغرض انه شو؟ ان انا يوم اشوف هالفيديو هذا اتذكر نفس الموقف اللي صار لي انا. يعني هي مواقف تكون يعني ريليتبل للكل. وانت عملت اي فيديو على Among Us يعني؟ طبعا يعني انا بتابع فيديوهاتك على انستغرام وتيك توك ما شاء الله يعني. Guess who's back? Did you miss me? Because I sure missed you. We have a long day ahead of us. No time to waste. Come here, gorgeous. Game, look at your curves, girl. Got some stuff. انا كجيمر، انا على نفسي كجيمر احب اصنع محتوى حتى يتعلق في الجيمنج، اشبك اللعبه هاي بالاشياء اللي تصير فيني، يعني تصير فيني في الواقع. فيعني انا عن نفسي العب وايد، فمثلا ماي وايف تتضايق لاني يعني انا بس مجابل الكمبيوتر لساعات وما اجلس وياها. فيعني احنا بنعتذر لزينب. والله متحمل بتصبر هي. انا حتى سبحان الله في الستوريات، الستوري اللي ما يكون اللي بس يكون مدته 24 ساعه، زينب صورت فيديو وانا العب لعبه على الموبايل وفي ناس اجوا سالوني يعني انه شو اللعبه هاي؟ شو اللعبه هاي؟ هاي بجيبنا لنقطه كثير مهمه عبدو، انه نحن عندنا يمكن بالمجتمع العربي يمكن في عندنا كثير ناس موهوبين فعلا، خاصه بالالعاب اللي بيلعبوها اونلاين. نعم. بس يمكن مش كلهم متشجعين لسه انه يبلشوا يعملوا ستريمينج، مش كلهم متشجعين يبلشوا يعملوا يصنعوا محتوى. تويتش نفسه، تويتش يعتبر يعني اذا 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 الشخص نجح في تويتش خلاص هذا يكون ليكون شغلتها يعني بس يجلس يلعب. نفس ما الشخص يعني يشتغل اي مكان سبع ساعات ثمان ساعات، الستريمر اللي على تويتش يجلس يلعب سبع ساعات ثمان ساعات بيدفع له بالساعات وبيدفعون له يعني عنده هو مستانس يعني جالس ينبسط يسوي شيء اللي هو يحبه. وفي نفس الوقت يعني اذا الواحد له شغف في الالعاب سواء في اي شيء اللي عليك انك تشيل موبايلك. والله الموبايل هالايام الموبايلات حتى لها المجال انك تسوي ستريم. عبدو انا عندي سؤال، اوكي هلا كل اللي حكيناه هو ستريمينج انه الناس خالد اولز خالد دائما بخرب لي كل الحلقات. خالد طلعوا خالد
خلينا نحكي مثلا حدا زي مش كتير بيعرف يلعب هاي الالعاب في مجال انه يلاقي محتوى بتعلم الناس كيف مثلا اعمل هالشيء، كيف العب، كيف اصير احسن؟ اول شيء الواحد لازم الشخص يلعب، لازم يعني شخص يعني يحط يستثمر وقت في الشيء اللي يحب يسويه. زين كيف الحال خالص، اخبارك؟ طبعا سسبيشس، شفت المشيه كيف سس؟ هو اللي انت جاي تصارخ علي امبوستر، امبوستر هاي اكبر امبوستر. شفت المشيه هاي انت الاسود، هيز ويتنج يعني يشوف بس يبا يحاول ادخله بس يفتشه بسيطه. في ناس تسوي فيديوهات فقط تعطينا نصايح في اليوتيوب، فرضا يسوون 10 tips on how to get better، سواء كان شيء في السيتنج يعني انت تصيرين تعدلين في سرعه الماوس خلينا نقول ولا حلو. طب السؤال الاقوى في الوطن العربي عندنا يعني في من هذا النوع هذا المحتوى، ولا دائما بنروح بنشوف محتوى من لا نحتاج يعني انا يوم انا ادش يوتيوب يعني نادرا احصل محتوى عربي مع محترفين، عندنا محترفين في الالعاب يعني، وانا بنفسي شايف ناس ما شاء الله تلعب يعني على مستوى عالمي أكيد. لكن ما عندهم الاكسبوجر، ما عندهم السوشيال ميديا ريتش بالضبط، وبامكانهم انه يوصلون للمرحله هاي يعني، وناس تدور ما شاء الله العالم العربي محطمه في الارقام بالزبط. في الالعاب هي دائما الخطوه الثانيه، شو الخطوه الثانيه لهذول الناس ونحن كصناع محتوى في المجتمع العربي؟ شو السالفه؟ وخلصنا حلقه شو السالفه اليوم، لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك وشير عشان تعرفون شو يعني امانجاس.